سير على اقدام لأبي الاحرار سيد الشهداء إلى روحانيه خاصه سيده زينب حق علينا. يعني اللي يروح يمشي او مسير مشي محبا للحسين تقريبا. مشي الامام الحسين صار تحدي. السير على الاقدام قطع مئات الكيلومترات، هنا تعجز الكلمه ويقف الحرف عند اول خطوه. لماذا السير؟ روحيه واخلاص منقطع النظير لشيب وشباب نساء ورجال، أقل ما يقدمونه هو أقدامهم التي أبت إلا أن تسير إلى الإمام الحسين عليه السلام. الآن نحن في انتظار زوار أصدقائي من كربلاء المقدسة، يوصلون إلى أبعد نقطة في البصرة إلى هي رأس البيشة، يأتون سيرا على أقدام إلى كربلاء. موجود التواصل، سيارات موجودة والتواصل موجود على أتم وجه، لكن الناس تحدي مشيا على الأقدام. صار تحدي مواساة للسيدة زينب عليه السلام، مواساة للسجاد عليه السلام. هاي الناس تخدم، هاي المواكب تخدم، مواساة لأهل البيت عليه السلام. مثل ما راحوا هم سيرا على أقدام إلى الشام، أنا كذلك مواساة إلهم، ونرجو من الله القبول إن شاء الله. تعلمها الأخلاق والتربية من هذا الطريق. إحنا روحانية إلهم وشون ما طيب، كلش طبيعية الروحانية هذا الطريق. السير في أربعين الإمام الحسين وأخيه العباس سلام الله عليهما لم ولن يكن مجرد عادة، بل هو درس واعتقاد، حب وفاء وإيمان بقضية الدم المنتصر والكف المقطوع والحرية الأبدية التي تزداد بازدياد كل خطوة باتجاه كعبة الأحرار. الناس جاي تمشي والناس جاي تخدم، ماكو أي تعب، بالعكس فرحانين. هسه عندنا جماعة من الساعة نسولف نقول لحي الأيام تخلص، هاي شلون ماكو تتكرر إن شاء الله. حتى وفاة الرسول الناس جاي تخدم، يعني في إصرار وعزيمة، تأسي بأولاد رسول الله، بزينب، بعلي السجاد، ناس لا تبل ولا تمل، بالأموال، بالأنفس، شباب، شيب، نساء، مواساة لأهل البيت عليهم السلام. هذا الأمد ما ينقطع إن شاء الله. شوف الطفل الشايب الشاب كلها متوافدة وكلها تقصد خطبة سيد الشهداء سلام الله عليه. إن شاء الله ذكرته ما تنمسح من جيل لجيل، قاعد تكثر كل سنة، تكثر سنة عن سنة، زيد المشايخ. طبعاً الحسين إن شاء الله يرجعون ويرجعون لبيوتهم سالمين غانمين. إحنا نساء ولازم نعزي زينب عليه السلام، أخوها الحسن والحسين والفضل العباس، لازم نعازيهم. لا ما نعازي، احنا من نعازيها بعد؟ المشي يعني شلون، يعني زينب راحت من العراق الى الشام مشي ورجعت، احنا شلون ما نعازيها نرجع نروح لها مشي؟ ما يصير. ان شاء الله ماكو تعب يوم الحسين، كله يروح التعب، ماكو، ما زال الحسين موجود واهل البيت موجودين، ماكو كل تعب. سلام عليك يا زينب، سلام على خطواتك الى الشام، سلام على موكب الإباء، سلام على النصر بالكلمة، ثم كد كيدك واجهد جهدك، فوالذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتجاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا.